مساء الخير. الليلة اللي حنتابع قصة لوي، هالإنسان اللي صار بسبب جرح قديم شخص غير متوازن، قلبه قاسي ومن غير وعي عم بيتلذذ بعذاب الآخرين. حضروا معنا حلقة لوي. غضب وحقد بيأذيك بلا ما هو يحس. شو تاني؟ في فضاوي بقلبه بده يعبيها، مش عم يعرف كيف يعبيها. كنا عم نلعب لعبة الغميضة، فتنا على الحمام واغتصبنا. هذه الشغلة أثرت فيي، جعلتني شخص كثير ما عنده قلب. رحت مرة على البحر، قلت إنه لازم كب حالي تما حدا يعرف إنه أنا انتحرت. أنا كان هدفي جرب شبع هالرغبات اللي عندي إياها، لدرجة حطيت يمكن الصبايا وهالشهوة اللي عندي إياها أهم من عائلتي. لدرجة في مرة كنت متفق أنا والوالد رح نتغدى سوا، أول مرة بيقلي لوي طالع عبالي أتغدى أنا وياك. واو شعر حلو هيدا. كنا أخدين شاليه أنا وصبية، بدي قلي على الوحدة و13 دقيقة، بيطلع زعلان مني بيسك الخط بوجهي وما بيقلي حتى باي، وأنا ما بقدر أقله ولا كلمة إنه زعل مني كيف ما كيف كسرت بكلمته وما رح نتغدينا سوا. ألو أمي مين قللوا منزال على بيروت، بيك توفى، فتوتني على المستشفى وتوفى. أنا بهاللحظة بحس إنه أوكي بيي توفى، ما فيي أعمل شيء، شخص توفى بحياتي، بدي اخذ المسؤوليه واحمل الشعل وامشي. نزلت على المستشفى والعائله كلها بتعرفني ان انا شخص كثير عصبي، كثير عصبي مش شوي، يعني ما حدا في يحكيني كلمه، لانه اذا حدا حكى لي كلمه دغري بضرب، دغري بشبق، لساني كثير زفير، ما بقشع حدا قدامي، كانه وتعصب عن جد بصير حيوان وحش لا ينوصف. الكل بخافوا ينكزوني نكزه، انه دغري بولع بارود وفلتان. ما بنسى هالحادثه. انا عم بسوق نازل، بيي توفى. شو شخص توفى؟ اعتبرت كانه شخص توفى بحياتي. لهالدرجه كان قلبي حجر. وصلت على المستشفى، ما بنسى المنظر، صفيت بالطوارئ، بنزل من السياره بيسلقيني السكيورتي، بيقول لي ما فيك تصف بالطوارئ. بدي فوق فيه، انه هو حدا عم بيقول لي ممنوع تصف، فشر حدا يقول لي ممنوع تصف. بفز خالي بيقول له روق سافا بيو جوا، فهم مين مين اللي في شخص جوا. انا فتت دغري، اخوالي ثلاثتهم سلقوني على المدخل الطوارئ وقالوا لي لوي انا عفك رجال بتعرف تكون تتصرف، ما حدا يتدخل، بعرف شو لازم اعمل. اعطيت الكارت الانشورنس والهويه للريسبشن وفت على الطوارئ، شفت المنظر كلهم عم يبكوا. أنا شفت هيدا بيي، أكيد هيك لوهلة أكلت الشوك، هيك 3-4 ثواني عم بهضمها، بعدين قلت خلص بدي كب وراي وبدي أمشي لقدام. شخص تيقول هيك، وأنا بس تحديدا ليش عم بقول هيك؟ لأنه أنا كان بيي صار له سنتين مش شايفه، كان يكون برات البلد، سنتين ما شفته بتاتا، بسمعه على التليفون. وكان ما صار له شهرين هون وطلب هالطلب وتوفى. يعني قد ايه بتكون حزه بقلبي انه ما عم شوف بيي. يعني بكيت كثير؟ ولا نتفي بكيت. ما بكيت على بيي؟ لا. هالقد كان قلبك محجر؟ هالقد كان قلبي حجر، كنت اعتبره خلص توفى الشخص بدي كفي لقدام. كفيت لقدام، شو عملت؟ من بعد هالحادثه صراحه حسيت
في شي جواتي كبر أكتر، صار عندي الأساوي كترت أكتر. يمكن لأنه قد ما أكون أنا قلبي قاسي، بالنهاية الإبن وقت يفقد بيه بدها تأذيه بمحل ما، بس أنا ما حسيت فيه إلا لبعدين اكتشفت قد إيه صار الفجور عندي والطاقة السلبية كبرت أكتر وأكتر. ليا، لوي كيف كان بحياته العاطفية وبعلاقاته؟ بتذكر وقتها كان أول سنين الجامعة كان عطول يحكي يفتخر إذا بدنا نقول بأعداد البنات يلي كان يظهر معها أو مين البنات اللي كان يظهر معها. كان يجي يخبرنا أو اسمعه عم بقول إنه هيك لازم، وكل مرة يجي في بنت تانية في بنت جديدة كنت أتعرف عليهم أوقات، بس ولا مرة كان في شي جد معه. كان عطول بس لعب بس تسلية بالنسبة له إنه هو عم بيعمل شي عم بيعطي ثقة إذا عم بيحكي مع كذا بنت نفس الوقت، إذا ما إنه فايت بعلاقة بوضوح وبثقة وبصراحة. كان يحس إنه هو في يكذب عليهم كلهم وإنه هذا الشيء مزبوط أو هذا الشيء عم يبسطه. في شي مرة حكيتي أنت لوي عن العلاقات اللي كان يعملها؟ في مرة هو إجا استشارنا بموضوع، كان في بنت عم بيحكي مع هيدا من كم سنة، وسألني شو رأيي بهيدا البنت. هلأ هيدا البنت كانوا منا كتير يعني في مشاكل بينه وبينه مش كتير زبطين مع بعض، وهو بفتكر كان فترة ضايع وبده حدا يحكي معه بالموضوع. فأنا كنت صريحة وقلت له إنه أنت بالنسبة إنه هيدا قرارك، أنا ما في أقول لك شيء. إذا هي بتبسطك يعني لازم تكفي بالموضوع، بس أنا إذا بتجرى إلي شخصياً بلاقيك مع شخص غير. هو لوي شخص إذا بحب حدا بيعمل كل شيء كرماله، فيمكن يكون عم بيعمل شيء عم بيأذيه أو عم بيأذي غيره وما إنه عارف. ليا بصراحة، لوي مع كم بنت ضاهر؟ ما بعرف، كتير. بدي رقم. اللي بعرفهم فينا نقول شي 20 مينيمم، هول قاطعين قدامي أو اللي بسمع فيهم. برأيك صار في خراب بيوت من وراء علاقات لوي مع البنات؟ أكيد. كنت صغيرة وكان يحكي عن كل البنات اللي بيظهر معها، أنا كنت حس بالخجل إنه ما بدي خيي يكون هيك. أنا بدي يكون مبسوط وعلاقة مع صحية إله وللبنت بنفس الوقت، وما يكون هو الشخص يلي أنا ما بدي إياه لإلي. يعني ما بدي خيي يكون شخص أنا ما بدي أحكي معه. فأنا كنت بس يخبرني كنت حس إنه ليه عم تعمل هيك، فكنت تحس بالخجل وقتها. لوي كان يهرب من البيت أو كان صريح ويقول كل شيء بصراحة؟ لا، كان عطول من وراء مشكل وبيفتح الباب ويفل، أو بيتخانق مع أهلي وأهلي يقولوا له يفل، فيا ينام عند رفقاته يا ما بعرف وين ينام. يعني كنت صغيرة على الموضوع تا أهلي ما كانوا يخبروني شو عم بيصير، لما بدهم ياني أتأذى، بس كنت شوف، كنت أسمع الصريخ وكنت أسمع العياط والمشاكل. ليا، تأثرتي بخيك بسلوكه بعلاقاته إنه هالقد لازم تظهري أنت كمان مع شباب؟ ما حسيت هيك، بس حسيت إنه كل الرجال رح يكونوا هيك. هذا الشيء اللي أثر فيه، صرت أحس إنه كل الشباب اللي ممكن أحكي معهم بعدين رح يكونوا كذابين، كل الشباب رح يكونوا مثل خيي، مش إنه أنا لازم أعمل هيك. لأنه كنت شوف إنه البنات كيف كانوا يتضايقوا، بما إنه أنا بنت فكنت حس معهم أكتر. فبس كنت أقول إنه إذا خيي أنا يلي الشخص هو بعائلتي وهو هيك، يعني شو العالم الغريبة كيف رح يكونوا. علاقاته عاطفية كتير متعددة، كان نسوانجة من وحدة لوحدة، ما كان راكز أبدا، كل جمعة يحكيني عن وحدة جديدة تعرف عليها. بطبعه كان كثير متسلط بعلاقته مثل ما بده بيصير هو، كان عطول يشوف بحاله، كان عطول عنده كوت انه the world does revolve around me. كان هو القصة كلها يعني من خيره بالسماء وماشي.
كان عنده علاقات مع نسوان مجوزة، كان حتى مدت فترة كان يعمل مساكنة، كان كثير شوف بحاله بعلاقاته. خبرنا عن شي حادثة صارت مع لوي انت ما بتنسيها. في حادثة ما بنسيها بالجامعة، كان هو منبت بكلوب بالجامعة وانا جاي لعنده على المكتب، المكتب كان ازاز، فقبل ما ادق على الباب بشوفه من ورا الازاز مع بنت بفعل فاضح جدا. فبنقز هيك برجع لورا، فهذا المشهد هيك معلق براسي ما بروح من بالي. وخبرية تانية ما بنسيها كمان، هو مخبرنا عنها، كان يشتغل وخلص الدوام وهو ضل بمكتبه، ومديره سابق كمان ضل بعد الدوام وجاي لعنده للوي، وبيتفاجأ انه لوي معه مرة مجوزة وبفعل فاضح جدا. وصلت لمحل وبقى عندي محرمات أكتر. فسر لي أكتر شو منيته. قبل ما يتوفى الوالد عملت أوضة بسميها ريد روم، الأوضة الحمراء. هيدي الأوضة كانت المساحة الخاصة لإلي، الخاصة الممنوع حد يعرف فيها شيء، هالخاصة ما حدا بيتدخل فيها، ما حدا بيعرف شو عم بيصير فيها جوا. هيدي المحل الواحد اللي فيه قد ما كنت تعبان من كل الشغلة وتعبة، فجره هونيك، فجره بطريقة كتير سلبية. بوقتها كنت عم بحس حالي عم فجر الطاقة جواتي بطريقة مريحة، بس بالعكس كان محل كتير بشع، كان يصير فيه أذى ووجع. يعني تعذيب البنات. كنت عذب بنات، كنت أضرب بنات. لوي كانت تخطف البنات أو كان البنات يجوا بإرادتهم معك؟ من وقت ما بلشت أتعرف على صبايا كان عندي ثقافة قوية وعلم. أهلنا ربونا بطريقة أنه نعرف نتصرف وين ما نكون. بالنهاية الصبايا والستات بحبوا شخص يكون هيك، بيعرف يتصرف، بيعرف يلبس، بيعرف يحكي، ملسين. كل هيدول كنت أعملهم، كان عندي ثقة كتير بحالي. كلنا بنعرف الصبية أو الست وقت تشوف شخص بوجه عنده ثقة بحاله عجب تنجذب له، بتطلع فيه نظرة تانية. بس كل هيدول بنيوا قوة شخصية أكتر وأكتر، لدرجة الصبية اللي بيعتبروها كتير قوية الأشخاص ما فين يوصلوا لها أو كتير حلوة، أنا كان كتير عندي أهينة قدر أحكي معها وأجذبها صوبي، خليها تقبل وتحب لشي يصير بالريد روم. يعني بالنهاية هيك شغلة بده يكون شخص الشخصين متفقين عليها وفي راحة بين اثنين. سو كرمال هيك برضاهم كانوا يفوتوا معي وينبسطوا بشو عم بيصير هونيك. كان قديش كان عندك ثقة بحالك تتعمل هذا الشيء؟ كان عندي ثقة بحالي لدرجة فيني سميها تكبر، إنه شو ما بدي أعمل فيني أعمله، ما حدا في إلي لأ، إنه أنا بعرف كيف لازم أتصرف وقاري الشخص من أول لحظة بشوفه فيها، لدرجة في أشخاص نزفت بين إيدي كنت أنا مبسوط لأنه عم يتوجعوا. كان هذا حسه مثل لزة لإلي، وهذا الشغلة صارت تولد لي أكتر تكبر وتكبر وثقة بحالي وشخصية أكبر، لدرجة وين ما روح عطول بيقولوا عني ماشي ومنخيره بالسقف وكتافه عراض ما في شي بيهزه. فسر لي أكتر أو اشرح لي أكتر شو بتقصد بالريد روم. لوي فسر لي أكتر أو اشرح لي أكتر شو بتقصد بالريد روم. هيدي الأوضة ما في شيء اسمه محرمات، كل شيء مباح. كان في قانون واحد، أنا المسيطر والشخص التاني هو الخاضع، أنا الأستاذ واللي بوجه هي الخادمة، أنا بعمل شو ما كان ما لحق تقول لأ لإلي، كل شيء مباح. شو بيخطر عبالك أفكار وشهوات فيني سميها كانت تصير بهالأوضة؟ هيدي كانت حافظة كل شيء في بكي، حافظة كل شيء في وجع، حافظة كل شيء في صريخ.
كم بنت فاتت هالريد روم؟ 12 بنت. جلد، حرق بالشمع، تربيط، خبيط بالقشاط، تربيط بالجنزير، بالكرافتات، بالأدوات البلاستيك. مريض نفسي. صح، أنا مريض نفسي، عمري 22، رحت عند حكيم نفسي خبرته. من بعد جلسات كان جوابه عندي مرضين. أول مرض هو الباي بولر، اللي هو ثنائي القطب. ثنائي القطب بيكون شخص بينتقل من فرح كتير كبير لدغري حزن كتير كبير، بيكون كتير مبسوط وإز دغري بيقلب بس كتير حزنان، عنده فورات غضبية ما في سيطر عليها، بيعزل حاله جمعتين ما بيحكي مع حدا، بيرجع بيصير بده يتقرب من كل العالم، بيرجع جمعتين ببعد كل العالم عنه، بحب العالم كله وإز بدفش كل العالم ما بده حدا حده، عنده حب يسيطر على العالم وهو الكلمة تصير مثل ما هو بده، وإز دغري بحرني بصير عنده حقد، ببعد بدفش كل العالم، عايش بحزن حزن ما بيخلص ما بيعرف ليش. تاني مرض هو الساتينومانيا. الساتينومانيا هي طاقة جنسية كتير كبيرة ورغبة جنسية كتير كبيرة ما فيني سيطر عليها، لفوق الطبيعة أكثر من الطبيعة، وهيدا ولد لي شهوة جنسية للصبايا كتير كبيرة لدرجة في يقول إذا مش يوم، إذا مش كل يوم بدي أعمل علاقة يوم إيه يوم لا. البنت شو بالنسبة لألك؟ سلعة وشقفة لحمة. لوي، يعني كم عيلة خربت؟ في عيلة طلقت من وراي وكان في ولاد بدأ كمان. أنت قاتل؟ أنا قتلت ابني. كيف؟ إحدى العلاقات صار في حبل، وأنا كنت من نوع الأشخاص قد ما أنا مسيطر سجل على تليفوني مع ورقة دورة شهرية تبع الصبية، راقب كل شيء، راقب هرموناتها، أعرف كيف عم شو عم بيصير معها على صعيد جسدي، لدرجة أعرف إمتين فيني أعمل شيء وإمتين ما فيني أعمل شيء، لأنه بالنسبة لي وصلت لمرحلة العلاقة الجنسية منا شيء بيجيب فرح، بس بيعبي، بجرب يعبي رغبة فاسدة. كنت كل يوم كل ما تصير علاقة سجلها كنت اعتبره شيء بروبلام ماتيماتيك جرب حله، اليوم خلصت بسجل عملت هيك 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 لبكره يكون عندي صفحه جديده بروبلام جديد تحله. واذ في مره غلط بحساباتي، طلع معي الحسابات غلط، والصبيه حبلت. وقت الصبيه قالت لي انه حبلت، اول شهرين جربنا الادويه ما نفعوا، صرنا نفكر انه شو معقول يكون الحلول. هي بالمنطق العام ما في الا حلين، يا منخلي الولد يا بده يصير في اجهاض. بحكم انه الصبيه كانت عم بتطلق ما في طلاق رسمي بعد، كان الحل المنطقي انه يكون في اجهاض. شو بك؟ شو فيك؟ خايف. ليش ما بدك تخافي يا حبيبي؟ ما تخافي، أنا معك يا حبيبي. بحس حالي مش قادرة أبدا. بالعكس، أنت قادرة وقدرة، أنت قوية ما تعتقد. أعطيني إيدي. يلا، علينا نمشي. هيك قرار منه هين.
بس أنا اعتبرته إنه أهون الشرين. بوقتها قد ما كان قلبي حجر كنت اعتبر الإجهاض منه قتل، شي ضروري نعمله تنضلنا مكافين. بس ما كنت أعرف إنه حتى الإجهاض هو قتل، هو عم نقتل روح بين إيدينا. وقد ايه صعبة، قد ايه عن جد هيدا خطر وشي كتير بيرعب إنه واحد عم يقتل ابنه أو بنته بإيديه. هيدي بحد ذاتها خطية مميتة. أنت شو عملت؟ اتفقنا وقتها إنه نروح عند حكيم تكون في إجهاض. بهيدي على الخمسة أشهر وتعرفنا إنه هو بالمبدأ الولد هو صبي. أخذنا هذا القرار ورحنا. طلعنا عند الحكيم والحكيم كان بده يعمل تمثيلية على السكرتير اللي عنده إياها، لأنه بالقانون ممنوع الحكيم يعمل إجهاض، ما له حق. سو عمل الإيكو وتيكون حامي حاله كان فاتح الباب قال أوكي الولد ميت وخلص ما في حل إلا ما نروقع بدنا نشيل الولد. بهالطريقة بيكون حكي قدام السكرتير إنه هو عم بيعمل شيء ضمن مهنته، مع إنه هو اللي عمله شيء كتير غلط. زيادة عن هيك لنشوف فين وصل أنا الإجرام اللي وصلت له. عرف بسياق الحديث إنه أنا متطوع بالدفاع المدني. لذلك الشخص المتطوع بالدفاع المدني معود يشوف كثير دم، بحكمه بالطوارئ والإسعافات والحريق، شيء كثير طبيعي عنا. سو قال لي إنه بليز فيك تفوت تكون معي بالعملية. بحكم إنه قلبي قاسي وشايف دم منه شيء جديد علي كثير طبيعي، قلت له إيه أكيد ما في مشكلة. سو لبست لازم البسه تياب اللي نعرفها، كنت بالعملية. شاركت فعليا بتقطيع ابني. هيدي كو لابني كان عمره شهرين، بيت محافظ عليه تيضلو مذكرني انه الاجهاض هو قتل، واللي عمله الحكيم اللي عملته انا هو خطيه مميته. قتلت ابني فعليا بايدي لدرجه انه طارت شقفه منه على جينزي وعلى صباطي. لوي، من بعد ما قتلت ابنك ونزل دم ابنك على ثيابك كملت حياتك طبيعية؟ صحيح وأكثر كمان. من بعدها شو صار؟ من بعد ما واحد يوصل على القتل بحس كل شيء في يعمل ما بقى في سقف. لك ما بقى عندي شيء إلا ما عملته بحياتي، كل شيء عملته صرت كفي أكتر وأكتر، وصارت القصص اللي بعملها مع الصبايا يعني لدرجة الوحشية. يعني لدرجة بذكر مرة كنت أنا عم سوق من بيروت للباترون،
في صبية قاعدة بحرجة وأنا عم بسوق طاير شي 120 على الطريق. ها وحدة من القصص. تاني قصة، في مرة كان صبية عندي بالبيت، كن أهلي بالبيت، لتحدى حالي، عندي حب التحدي. كان كل الرياضات اللي بعملها فيها تحدي، تسلق جبال، الغطس، كل هدول كان فيهم تحدي. سألت بتحدى حالي بهالشغلة كمان. في مرة كانوا أهلي قاعدين بأوضة والصبية بالأوضة عيطتلها، نمت معها بأوضتي بلا ما يعرفوا أهلي، لأنه بتحدى ما حدا يسمعنا. لهالدرجة كان عندي عم جرب لاقي حدود وما عم بقدر أوصل له، بدي حدود بعد أعلى. لوي، شو السبب تخليك كل شيء عامله بحياتك مخبيه بالسر وما بدك حدا يعرفه، وتطلع وتشهد وتخبره قدام ملايين العالم؟ شو هو السبب؟ في مرة بجلسة خبروني عن شخص اسمه توني فرنجية. خبروني شهادة حياته، كيف الأشخاص كان عم بيساعدها خيناتوني تاي يتغيروا، تاي يعرفوا الرب مزبوط، تاي يفتحوا إنجيلهم. قد ما أنا كان عندي حب التحدي، قلت لهم عارفونا ليلة توني فرنجية، ما رح يفهم قدي. لاهوت أنا بعرف لاهوت، بالعلم أنا بعرف بالعلم. مينو توني فرنجية؟ مش معلم قدي، ما بيفهم قدي. بيصلي أنا بصلي، بيروح القداس أنا بروح القداس، بيقنع عالم أنا بقنع عالم. هو شو عنده أنا ما عندي إياه؟ رحت بتحدي عرياضة روحية لدرجة قد ما أنا كان عيني كبيرة وعندي من نفسي وبنخيري بالسقف، بدل ما أجي من أول رياضة جيت على بعد ظهر. أول صدمة أكلتها شفت العالم عم تضحك ومبسوطة. هاي شغلة أنا ما عندي إياها، ما كنت اتضحك، كنت دلني عيبس وجائر، ومعروف عني إن أنا طول بجقر. شفت العالم عم تضحك ولا في شي غريب، عالم عم تضحك، أنا بدي يكون عندي ضحكة هيك، ضحكة ما فيها رياء، ما فيها خبسنة، فيها هيك بساطة. ها أول شغلة. تاني شغلة، بلش توني يحكي، قلنا افتحوا إنجيلكم. بحياته ما حدا كان يقول لي افتحوا إنجيلكم، حتى لدرجة في جملة قالها بعدها معلقة براسي، كان يقول نحن مسيحية، تبع تليفونكم عندكم إنجيل ولا بس فيسبوك واتساب وتويتر؟ سهون أول كف أكلته إنه إف إيه مزبوط، أنا بسمي حالي مسيحي بس أول شيء ما عندي إنجيل على تليفوني، بفتح واتساب وفيسبوك وسوشيال ميديا أكثر ما بفتح إنجيلي. بسمي حالي مسيحي وأنا المؤمن، هذا أول تاني كف أكلته. تالت كف، وتألنا يسوع هو الفرح، هو المحبة، هو السلام، سلام أعطيكم. أوكي، ربنا عنده سلام. أنا كان مسبي قلي يسوع موجود وحاضر، أؤمن أنه هو انصلب، بس ما كنت أعتبر انصلب لإلي، كنت أعتبر انصلب لناس بالفقرة باليمن بأفريقيا الميتين من الجوع. وأنا شو عم بعمل؟ عم بعمل حريتي، ربنا قال جاي بده يعطينا حرية، بس ما كنت أعرف هالحرية الأرضية هي عم صرت أنا عبد. بدل ما أكون أنا حر عايش بفرح بسلام، صرت عبد عايش بذل وبقرف وبتعب وبحزن، لأنه شو ما عم بعمل عم تكبر هوة التعب اللي عندي، هوة الحزن القرف اللي عايش فيه، بدل ما أكون ممتلئ بالفرح والسلام كل يوم عم يمشي فيها. هذا تالي رابع كف أكلته. خامس كف، وتقال لي أنه يسوع انصلب لإلي، يسوع علب حاله لكيف لوي راكب تقدر يوصل له. أوكي، يسوع انصلب لإلي، ما انصلب لغير عالم، يعني شيء شخصي، العلاقة لازم تكون بيني وبينه، لو هو جاي لإلي أنا، مش جاي لغير عالم، مش جاي لإكس وإجراج وزاد، جاي للوي سعد. هذا كف الخامس. لدرجة كفينا بالموضوع وصلنا للصلاة عشية. بالصلاة حسيت حالي إنه خلص، إنه مزبوط، هذا يسوع موجود، هذا جاي لإلي أنا، للوي الأخبار ولقرف ولوسخه وإبلين كيف أنا جاي، إبلين إنه أنا لوي مجوي ومقلعت ومش مخلى خطية إلا ما عملها، إبلين يمسحهم كلهم رجعني نضيف تلج وذهب، مليني ذهب بفرح. أنا بدي إياه، إذا مزبوط هيك أنا بدي إياه، إذا مش مزبوط اليوم خلص بيثبت لي إنه يسوع مش لإلي، لا شيء مش لا، يعني أنا اللي عم بعمله هو صح،
فيني اعمل حريه اللي بدي اياها، لانه كل العالم عم بعمله العلاقات اللي عم بعملها معها هي برضا اثنين، مسموح اعمل كل شيء. مهم انه يابا انه ساعدت هون وعملت هون وعملت مساعدات وعطايا هون، يابا هذا هو يا المسيح. الا كان في اعمل هيك، اليوم اثبت لي يسوع انه انت موجود بحياتي، تعال عندي. صلنا عشيه، صار عنا صلاه الامتلاء. جيت انت خيتوني عم بتصلي معي، بلشت تصلي معي، وانا هون بلشت اقول ربنا انه انا بدي اياك، عم بطلبك تعا هالراحه اللي عم بتقول عنها اثبت لي اياها بحياتي. انا شخص عم بركض على الراحه، عم بعمل كل شيء حوالي تجرب لاقي راحه فرح، ما عم لاقيه. بعد عندي الخرطوشي، اذا هاي ما صابت يعني خلص كل شيء مباح، يعني كل شيء عم بعمله هو مزبوط. رحت فيها ريبو سبيريتويال، واول مره بحس انه في شيء عن كتافي نزاح، لانه شخص عندي وجع مزمن بكتافي بظهري. اول مره بحس ما في شيء على كتافي، عن جد ما في صوت حوالي، صوت هيك سلام، صوت سلام، هوا بس، هوا 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 هوا، وشي خفيف 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 نشال عن كتافي وقعد محلي وريحني. صار عندي الراحه، راحه بكل معنى كلمه، قد ما اقولا ما في يعبر عنها الا ما حدا يقعد محلي ويعيشها. هذا شيء شخصي، كل واحد بيعيشه بطريقه. انا عشته بهالراحه والسلام، كان جسدي ولا كان نفسي ولا كان روحي، انه ما في شيء بقى متقلني، هذا التقل اللي على كتافي نشال. ربنا بيقول لانه حملي خفيف، ما انه بقى تقل، ما انه وزن. يعني لوي من بعد ما صلينا سوا صلاه الامتلاء اختبرت الولاده الجديده. صح، من بعد ما تعرف على الرب لوي شخص تاني، يعني من سنة سنتين لهلأ صرت أقدر أحكي معه. صرت أوقات كون متضايقة أقول له يترك شغله أو روح أنا لشغله، بكون عم ببكي وأقدر بس أحكي معه ويكون رايق وينصحني ويتفهم، وهذا الشيء كنت خاف أعمله قبل. هو شخص هلأ ما بخبي، شخص بحب الصراحة كتير، كل شيء عنده صريح بس بعده عنده انه ما بيأذى حدا حواليه، لانه بحط على طول احاسيس العالم قبل كل شيء. هو شخص هلا ملوى تيابه، عارف شو بده من الحياه، عم بيعمل بده يساعد العالم، بده يجرب يوصل اللي هو قطع فيه يعني لأكترية العالم، حتى ما يعملوا اللي هو عمله، لانه حس بالذنب، عارف انه هو اللي عم بيعمله كان غلط. وليش صدقتي؟ لان شفته تغير، لأنه صار يجي يغمرني، لأنه صار يدق لي. أنا تفاجأت لفترة أنه صرت عم بقدر أحكي معه، صار عم بيمزح، صار عم بيسألني أنا كيف، صار عم بيسألني إذا عايز شيء. هو صار يجي لعندي، وصرت أنا تفاجأ أنه مش هذا الشخص يلي ربيت معه، في شيء غريب عم بيصير. فهو قربني عليه أكثر، صار يجي يساعدني ويقف حدي ويقوينا كلنا بالبيت، لأنه البيت كان يعني جو العائلة كان متفكك أكثر، فهو كان عم يجرب يرجع يركبه ويرجع يقربنا كلنا لبعض. علاقاته العاطفية شو صار فيها؟ يعني بطل مثل قبل، صار يقدر البنت ويحترمها، وصار يعرف أكثر هو شو بده، وصار يعرف إنه هو الشخص اللي عم بيحكي معه هو شخص بده احترام وبده صراحة، وبده انه يعطيه قد ما هيداك الشخص عم بيعطيه اذا مش اكثر. وبعده اذا بحب شخص بيعطيه كل شيء عنده. ليا خبريني عن حياه لوي المهنيه. لوي بدل عم بيشتغل وبحط كل شيء لشغله، لانه حتى بعرف انه هو كثير بحب شغله، انه هو صغير هو درس هندسه بس عم بيشتغل بالان جي اوز، لانه هو بده يساعد العالم، هو بده قد ما فيه يجرب يطال العالم ويأثر فيها. فكل ما نشوفه يا بالبيت عم بيشتغل لبالليل أو بشغله عطول عم بيشتغل عطول، بده يعمل شيء، بده يوصل صوته، يعني ولا مرة منشوف لوي حتى بالويكندات غير أنه عنده شغله ومركز فيه وعم بيرجع يسترجع حياته ويمشي على الطريق الصح. ليا إذا بدي أقولك تقولي كلمة لخيك هلأ هالكاميرا، شو بتقولي له؟ أنا فخورة فيك. يعني ضقت معنى السلام الحقيقي، سلام دايم والراحة دايما والفرح
فرح لبي ما بينوصف. كان جاي عم تتحدى توني فرنجي تتقول انه هو مين. شو اكتشفت؟ اكتشفت اول شيء طولي اللي عم بيقوله معه حق فيه. خينا توني كان وسيلة ربنا استخدمها تيوصل ربنا يوصلنا كلمته، تقلنا نفتحه انجيله، شيلوا الانجيل من الجرور، شيلوا الغبرة عنه، افتحوه روه فيه، ما بقى نعرضه بالصالون والسفرة يكون حقه مدري قدي ما بنقدر نفلفش فيه. هيدا كتاب الحياة، هيدا البشرة السارة، الكلمة فيها فرح. نحن عم نركض وراء الفرح والفرح عم بيسبقنا، بس الفرح موجود ببيتنا، موجود بقلبنا. ربنا عم بدق على الباب، على باب قلبنا تيفوت، ونحن عم دلنا مسكرين ومالين وغبرة، ما عم نقبل نقراه، لأن نحن عنا قد ما التكبر قتلنا والعنجهية وشوفة الحال، عم بيكون عنا هالغشاء عيوننا تما نقشع إنه يسوع موجود حدنا كل ثانية وكل لحظة، بس نحن ما عم نفتح عيوننا، ما عم نقبل نشيل هالكشور عن عيوننا، ما عم نسمع لكلمته. لوي من رغم من تصرفاته الخاطئة كان إنسان كريم، كان صديق وفي، كان ما كان يحسد، ما كان عنده خبسنة بقلبه، كان ينسى دغري. ومن بعد ما صار عنده تغيير زادوا هالصفات أكيد، بس صار عنده أكتر سلام داخلي، صار هادي بطبعه، بطل عصبي، كتير رايق، فيك تحكي معه. حتى قبل كان هي الفكرة الزواج نهائيا من راسه، وهلأ بالعكس صار بده، صار يحب يصير عنده عائلة، يعلم ولاده معنى التضحية في سبيل محبة الآخرين، يعلم أكثر عن السلام. والدليل انه هلا بلش يعمر بيته، تغيير حقيقي بحياته، وصار له سنتين، اكثر من سنتين ونص قطع هالمرحله. اكيد لو مش حقيقي ما كان ضايم. لوي صديق الكل بيتمناه بحياته، وانا بعتز بصداقتي له. لوي اكثر من صديق، هو خي وبعتبره فرد من العائلة. مرضك اللي شخص لك الحكيم شو صار فيه؟ حكيم كان يعطيني أدوية ما كانوا ينفعوني، بس من وقتها ما اختبرت الرب وضق طعمه تحت دراسي وبقلبي وبعقلي وبذكرتي وفهمي بكل شي فيه، كبيتهم ما بقى أخذ ولا مرة دواء صراحة من وقتها. علاقتك الجنسية مع البنات شو صار فيها؟ كانت علاقة جنسية، صارت علاقات أخوة، إنه بالنسبة لي كل شخص هو خي، كل بنت هي أخت، لأن إحنا أخوة، هيك لازم يكون علاقات مع بعضنا، ما في خبسنة، ما في شيء، بالعكس محبة صادقة. غرفة الريد روم اللي كانت عندك شو صار فيها من بعد الولادة؟ اختفت. حقدك وخوفك اللي كانوا من طفولتك لوين راحوا؟ قلبته ربنا عطول يغفر لي وبيغفرنا عطول، لدرجة أول ما اختبرت الرب طلبت منه المغفرة قد ما أذيت أمي قد ما أذيت أختي. اكتشفت بعدين من بعد ما ربنا شال قشور على عيوني أنا وأمي مثل بعضنا، نفس الشخصية، عنا نفس الطيبة، نفس المحبة، نفس الكرم، نفس الخوف على غيرنا. طلعت أنا وياها منشبه بعضنا، بالعكس إبليس حط حاجز بيني وبين أمي، حط لي حجاب ما خليني فوت أتعرف على أمي. من بعد ما تعرفت على الرب أكتر ونميت علاقتي معه، عطاني سلام من بعد ما طلبت التوبة والمغفرة، نقرر أحب أمي مثل ما الابن بحب أمه، مثل ما الولد بحب عائلته. صار عندي شوق تقرب من اختي اللي كنت بعدها عني، كنت ما خليها تفوت على حياتي، كنت ما اهتم بحياتها، اعتبر انه حياتها الخاصه ما بدي فوت عليها تعمل اللي بدها اياه. بالعكس هلا هدفي للي محوطها، لانه بالنهايه الخي لازم يحوط اخته على طول، لانه كلنا بنعرف انه الخي هو سند لاخته، هو بيدعمها، هو بيسمعها، هو بيحضنها،
وبيوقف حدها بينصحها، لأنه إذا ما أخذتهم من خيا يعتخدهم من الغريب وبعدين نندم ليه صار هيك. لوبي، كم عيد ميلاد عيدت بحياتك؟ 27 مرة. إمتى ولد المسيح بحياتك؟ عرفته ب7 حزيران 2019. هونيك ولد المسيح بحياتك. صح. الشخص اللي تدعى لك جنسياً، أنت وكان عمرك 7 سنين وخرب لك حياتك، اليوم الكاميرا لألك، شو بتقوله هالكاميرا اليوم؟ أول شيء أنا سمحتك من السنة اللي اختبرت الولادة، صار كل شيء وراي واختفى، وأنا بآمن ربنا بيحول كل شيء سلبي لخير. ربنا استخدم كل شيء سلبي صار بحياتي، وأقعد بهالقعدة ووصل شهادة حياتي لغيرنا، أشخاص اللي انأذوا مثلي فيطلعوا ويحكوا، لأنه نحن أشخاص أحد أسباب ليش بنقشط وبننزل أكثر أكثر بالخطية، إنه ما كان عندنا ما حدا يعطينا القوة ونقعد نحكي. أنا بطلب من كل شخص انأذى وتضايق ونزعج، من شخص قرب منه بطريقة غلط وعمل له جرح بحياته، يحكي ويعبر ويقول، لأنه غير هيك ما في راحة. كل ما نخليهم جواتنا نخطي تقبل خطية أكبر وأكتر وأكتر، ونحن بمجتمع منغلق على حاله كرمال هيك هالقصة ما بنحكي فيهم، بس هني موجودين وهني واقع. سو أنا بشد إيد على كل خي وكل أخت نجرحت هي وصغيرة أو هو صغير، بطلب من الرب يعطيهم القوة والشجاعة ويقولوا إنه أنا انجرحت، أنا اتضايقت. وشو بتقول لكل بنت أو مرة خربت لها بيتها وأذيتها اليوم؟ شو بتقولهم؟ لكل صبية أذيتها أنا بعتذر منكم، بطلب منكم سامحوني. لكل عائلة تفككت من وراي بطلب من الرب السماح، بطلب منكم السماح، بطلب من الرب يمكن يرجع يلمس قلوبكم ترجعوا سوا لبعضكم. يمكن أنا تصرفت غلط، بس بالنهاية ربنا كبير بيقدر يسامحنا يغفرنا. وزيادة عن هيك لكل شخص أذى شخص ولد مثلي طفل، بطلب من الرب يسكب الرحمة بقلبهم ويعطيهم القوة تيتغيروا ويعرفوا طعم المحبة والراحة وتتغير تصرفاتهم. لوي، انت اليوم كيف صارت حياتك؟ كنت تقتل بسينات، تحرق نمل، تأذي وتنبسط، شو اليوم عم تعمل؟ وصلت ملا هلأ بشغلي، بشتغل بحقل البيئة، بحافظ على البيئة، مدير مشروع بين 4-3 كرات. هدفنا نحافظ عن الطيور، نحافظ على البيئة بلبنان. مدير برنامج بمنظمة تانية بنحافظ على الطاقة بلبنان. اشتغل كمان دراسات مائية على البيئة. زيادة عن هيك كان عندي خوف من البحر من وراء اللي صار معي، وصلت لدرجة هلأ بغطس، صرت عامل 4 شهادات، وهلأ سنة الجاي في عندي الشهادة الخامسة بصير علم غطس. صرت هدفي روح اتسلق جبال برات لبنان تلاقي هالطاقة اللي ربنا عطاني عم بستخدمها بشيء إيجابي. صار هدفي وصل الفرح اللي عم بعيشته أنا واللي اختبرته، هدفي بشر فيه للعالم حوالي يعرفوا يدوقوا طعم من الرب قدي حلوة، لأنه هن مش دايقينا وغلط نحنا ما عم نوصل لهم إياها. نحنا ربنا عطانا وزنات عم ندفينا لحالنا، هدفنا نوصلها لغيرنا. صار هدفي وين ما روح كلمة ربنا تكون مغيرتني وخلي العالم يشوفوا هالتغيير ويعرفوا ليه في تغيير بحياتي، بيسألوا ليه هلو اتغير وشو السبب، ووصل لهم إياه إن كان بالإنجيل إن كان بكلمة إن كان بتصرف. إنه إحنا إذا ما وصلنا لهم إياها نحن عم نعمل غلط، عم نقتلهم بإيدنا. وأنا هذا القتل هو خطية بحد ذاته، أنا قتلت قديما بس هلأ ما لازم أقتل، لازم وصل الفرح، لازم وصل الحياة لغيري. كان عمرك 22 سنة قدمت أطروحتين، اليوم كفيت بهذا الشيء؟ قدمت أطروحة ثالثة بعمر 28 سنة عن طير، هو بس في منه بالعالم 70 بأوروبا،
وهالأطروحة هي عن دراسة بلبنان، وزيادة عن هيك قد ما كان دراسة مهمة طيرنا عصفور بلبنان سموها اسمه، هلأ صار بأفريقيا عم نتابعه. لهالدرجة هدفي كان حافظ على البيئة قد ما أنا كنت أزيها قديما، هلأ دلني حافظ عليها ونميها أكتر وأكتر. بعدك عم بتنام خايف الآن عم ترتاب؟ ربنا حررنا من كل هدول وستنام مثل الطفل. علاقتك بالإنجيل كيف صارت؟ علاقتك مثل ما واحد بيشرب وبياكل نفس الشيء كل يوم. اللوي لكل شخص اليوم متأذى كان مثلك مستعد إنك تخدمه؟ أول شيء بغسل له إجراه، بوقف حده، بشجعه، بعطيه قوة، بعطيه محبة، بسكب عليه طاقة ورحمة إنه هذا هدفنا. ونحن بجمعية العنصرة الجديدة هدفنا نسكب الرحمة على إخوتنا المظلومين، العطشانين، الجوعانين، البردنين، المتألمين، الحزنانين، العايشين بوجع وخوف. بالنهاية نحن رحماء وربنا طلب منا نكون رحماء، نوقف حد إخوتنا، وهذا اللي عم نعمله. كل علمك وين وصلك؟ علمي الأرضي ما وصلني لمحل، بس الكلمة الإنجيل بحد ذاته وصلني لفرح ما بينوصف أكثر من علماتي. كم كتاب قريته بحياتك قبل ما تتعرف هالرب يسوع؟ فوق 300 كتاب. بعد ما تعرفت هالمسيح كم كتاب روحي صرت قاري؟ فوق 150. شو الفرق بين بعضهم؟ 150 عم بيعطوني فرح أول شيء، وما عم بشبع إنه بدي بعد أكثر أتغذى بالفرح وبالراحة. كتب البقية ما وصلوا إلى محل إلا للدمار. يسوع خلصت؟ يسوع خلصني. غير لك قلبك وفكرك؟ غير لي قلبي. شفي لك جروحاتك؟ كل جروحاتي. ولد المسيح؟ هللويا كل ثانية. آمين. آمين. خطأ صار مع طفل ما إله أي ذنب إنه يتحمله حتى تدمر حياته ويدمر حياة الآخرين، لدرجة إنه وصل للقتل وكان قلبه قاسي ما كان يشعر شو كان عم بيعمل. وهذا الشيء اللي قال عنه الرب يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. داش في أشخاص مني ومن لوي وكل شخص عم بيسمعني بدون الرب يسوع الكل أخطأ وعاوزهم مجد الرب. لو ما كان الرب يسوع إجا ومات كرمال يخلص لوي، شو كان مصير اليوم لوي؟ وداش كان عم بيأذي الآخرين ويأذي غيره؟ دخول الرب يسوع على حياة لوي حول لوي من شخص مجروح إلى شخص عم بيضمم جراح الآخرين، من شخص مأذي ويأذي إلى شخص عم بيساعد الآخرين من أنه يشفوا من الأذية اللي مأذينا بالعالم. اليوم الدعوة لألي ولألك: ما في خلاص إلا بالرب يسوع المسيح. وهي أبشركم بفرح عظيم، لقد ولد لكم اليوم مخلص ليخلصك من كل أخطاء، لأنه الكل أخطأ وعوزهم مجد الرب. ما تندم هاللي مرق بحياتك، هي فرصة لألك. واليوم عم تسمعني أنت اليوم مش بالصدفة، هي فرصة كرمال اليوم تيجي عند الرب يسوع تطلب تدخل الرب يسوع بحياتك تغير لك قلبك وفكرك ويجعلك إنسان جديد، لأنه اللي بيختبر الولادة الجديدة الأشياء اللي أعطيك قد مضت وهي الكل قد صار جديد. يسوع بحبك مثل ما أنت، مثل ما حبني، مثل ما حب لوي. ناطرك بس تجي وتقول له: يا رب تعا اغفر لي خطيتي واجعل من حياة الموت اللي أنا عايشها حياة جديدة. وبيحول حياتك من الفشل إلى النجاح، من المرض إنه يشفيك، من الموت إلى الحياة، ومن الظلمة إلى النور. وهذا هو الرب يسوع اللي عم نبشرك فيه واللي عم نخبرك عنه، وتصبحوا على خير.